ديك السيد راه هو فين طايح راه شتيه ديك البلاصه ديك البلاصه فاش شاه ديك الساعه كنا مقابلين معاه ديك الساعه فاش ضرباتو هذيك الرعده حنا شفناه حتى ما بقيناش بالنا السيد مشينا كنجريو عنده ديك الساعه فاش وصلنا لقينا السيد الله يرحمه مسكين وجيت انا كنجري للدوار ما عرفت شحال المهم داك الشيء راه شي 18 ولا 19 الله اعلم المهم داك الشيء راه كان الخساره السيد الله عمر هذا سيد راه من الدوار ومن العائلة وجارنا بانينا جاي في حاله هو اصلا هابط ملي سمعنا حنا ديك الرعده وداك الشيء جينا في حالنا حتى بان لينا السيد ضرب قرابين ليه ماشي حدا ما مقربين شكون مقربين كون مشينا حتى حنا معاه داك الشيء راه داك الشيء راه من عند الله سبحانه وتعالى اش بدي لا قدر الله يتصرف وصافي لا ما كانش التليفون داك الشيء راه البرق داير بحال البرق هابط وضرب في ديك البلاصه فاش كان واقف هو صافي السلام عليكم ما كاين لا تليفون لا والو كنت تليفون كنت تفرقه ولا شي حاجه التليفون راه لقيناه في هاد البلاصه راه اي مشت كان راه حنا راه مصدومين راه 3 ايام هادي كاع حنا كاع ما كنشوفو الناس يومين هادي انا راه ما كنعش كاع كنبغي الناس ما كيدينيش الناس كي غير تم غات لي نور كازا دي موت كنت شكارغ الفلاحين كنعيش غالي سي قدر ربي موت سرت غاتشكارغ كل الجماعه هتشكر غام كيزو الرئيس ام كيزو هتشكر كل شيء هتشكر الرئيس ام كيزو هتشكر القايد لا سرتينا وريني والو الشامي كل فضوري فوق العدن سي فوق والو ما تيغ ديال سي العوين نسديت ورتيغ والو الحمد لله الشاي سوا على سير ربي انت نايا اللهم لك الحمد انا كيتعامل دي ديرس الخير انت عيش عيش انت اي قبل انت كانتي قمي غير كذا نتشكر سيدنا نتشكر كل شيء الرئيس الجامعة القايد الله ينصر سيدنا الله يرحم الوالدين الله يجزيكم بخير كل شيء كله بيدن دين غمدنا الله يعمر هذا ورجدي دي شريك راير الخير غير فوركي ديما الله يخدم ايوا يخدم غير صغلو تنزل بهاي منس غاينا دار الغيلان ربي تبارك وتعالى لابد الله اللي غالي رزق الله تعالى اللهم عليك الحمد غالي زيفك ربي ايمو سير سور كازان غاتي يرحم ربي هذا سيغفر ربي هذا غتقي سيسامح ربي ورجع يضرا ورجع يسكر والو تيغرو تنسي طلع الناس اللهم عليك الحمد يا المساكين هذا فقير تينو هاي الناس هاتي انا ابن الوليد اللي توفى والبارح هنا في اقليم الحزن مشى يسرح ما فراسو والو تنزلت عليه ديك القدر القدر ديال الله المحبة اللي جات عند الله داكشي اللي تمني الله حنا الله يجعل البركة هو مشى يخرج والحالة راه ضعيفة داكشي اللي عنده راه مشى شوية ديال الفيلة واحد شوية ديال الفيلة راه حطها راه باقي ما كملها داكشي اللي كاين الله يجزيك بخير اي خرج في الصباح ما فراسو والو مشى يسرح وما رجع داكشي اللي عطى الله اولا بعد كل شيء انت ترقد التعازير الصديق المحترم اللي دوزت معاه واحد الفترة اللي هي نيلة وصديق صارم بكل معنى انه توفي وهذه الوفاة ديالو جات فاجعة رغم انه العائلة كلها هي تهزات وهذا الشيء والمعيشة ديالو انه هذا الشيء هو اللي تيكتب في حياته هو راعي في حد ذاته وتنشكر الطاقم التقني والمعني بالامر التعاون معنا كسلطات محليه وانسان ضعيف الحاله وله اولاد والارمله ديالته والابن الصغير هو اللي تيراعي الوالدين حينت الوالد ديالو يلاه ما تعامل الاول هو تنعرفوه هنايين مع الجماعه مع اي واحد صديق محترم ناضل رحمه الله. السيده هذه كتقول لي نوريك الشركه ولكي ديما 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 ما بين لي كاع هادشي اللي طرالي ولكن قدرت الله مرحبا به وداكشي اللي عطى الله هو هذا وراجل مسكين
وما كيتعدى على واحد ومشى للشغل ديما هو خدام غير بكتافه ومسكين الله يرحمه وما بينا كاع هذا الشيء اللي طرى ليه ولكن من عند الله مرحبا بهذا الشيء اللي عطى هو مسكين هو مسكين ديما 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 من صغري من صغره من صغره من صغره وانا معاه ديما 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 ما عمرو خلاني وما خليت ما عمرني خلاه حتى هو وهذا الشيء هذا الشيء من عند الله مرحبا به انتم الله يجزيكم بخير الله يجزيكم بخير انتم والملك والملك الله ينصره الله ينصر الملك الله ينصر الملك سي الختاعرات يا سيدي ما يديخ انت كدار الخريطة تعرف في تيداري نغموت نغمز هذا يموت يما تبقى الدار وانس انت كدار تبدا تربح يوا تيديخ نضل بربي الملك د المخزنة في الاخير دولا انت كم لي يجزيكم بخير هذا السيد راه هو اللي معيش والديه هز والديه ووليداته ووالدي با مسكين الله يرحمه ويوسع عليه يرحم جميع المسلمين ودابا راه بقات الوالده ديالو ومرته ووليداته والله سبحانه وتعالى تنشكر سيدنا الرئيس الجماعه الرئيس الدائره والعامل الله يجزيكم بخير الله يرحم الوالدين جميعا